سيبوهم تاتا دي من بصل فراحوا تاتا فتحت لي الباب واليوم بدنا اهلنا نسوي شغلات كتير حلوة تعال معي على المطبخ هذا فطور اي يا ماجد فطور هلا شوف هذا فيتامين كله فيتامين لك عصير تشربه لون لو تحطت على التلفزيون تدمت مش قادرة تتدرب سامي ماجد رام على الأرض وتقب لون تاتا سامي لون ماجد لون تاتا وهي تعمل اكسرسايز قال ماجد انا جوعان في مكان اعرف سامي لو ما اسمه سامي ماجد اعرف انه لازم يودي صور ورا انه لازم يوديهم وغسلنا دينا من الالوان بعدين قال تاتا انا جوعان في مكان هناك جنب المتحف راهو وبعدين وصلوا قطوا الصور بعدين راحوا أكلوا آيس كريم بعدين شو هذا المحل؟ محل الخردة راحوا على الخردة ده ما تطلع شو يعني خردة؟ يعني اشياء انكسر قديمة وكمان اشياء جديدة ماجد لقى صندوق صغير تاتا قالت له بتلون على ايش ما بدك فتح حدا عجا ياخد ماجد بابا عجا ياخد ماجد انا متاتش تاتا نايمة تاتا يا حرام تكون تعبت انا التعبت هي ماتت هي ما هي تاتا ما ايش ما بتتعب انا اللي تعبت بعد النار اشرب قهوة